ما معنى اسم ناريمان؟ اسم ناريمان من أكثر الأسماء التي من الممكن أن نستخدمها في الوطن العربي نظرا لجمال هذا الاسم وتميزه، وهي أحد الأمور التي باتت مطلوبة من قبل جميع الأزواج خلال الفترة الحالية عندما يقومون باختيار اسم ليكون اسما لطفلهم الحديث الولادة أو الذي اقترب موعد ميلاده. وتعد من أكثر الأشياء التي قد يرغب الآباء والأمهات في تواجدها خاصة في أسماء أطفالهم من الجنس الناعم هو عنصر الرقة الذي يظهر من طريقة نطق وكتابة هذا الاسم، وهو ما يضفي إليه نوعا آخر من التميز عن باقي الأسماء العالم الأخرى. وتعد معظم هذه الصفات متوفرة في اسم ناريمان الذي سوف نتحدث عنه في هذا الفيديو. من أكثر المميزات التي قد تجعل الكثير منا يقوم باختيار اسم ناريمان كاسم لأحد أطفالنا من الإناث هو أنه اسم بسيط للغاية حتى في معناه، حيث أنه على عكس الأسماء العالم الأخرى التي تحمل العديد من المعاني والتي قد يكون بعضها غير جيد، إلا أن اسم ناريمان له معنى واحد وفقط، وهو الفتاة الجميلة والمشوقة القوام ذات الجسد الجميل. هناك خلط لدى البعض حول الأصل الخاص باسم ناريمان، حيث يعتقد البعض أن الاسم هو مثنى لاسم آخر من الأصل العربي، ولكن هذا الاعتقاد خاطئ نظرا لأن اسم ناريمان من الأصل الأعجمي وتحديدا الأصل الفارسي، مثلما ذكر في معجم معاني الأسماء الذي ورد به أن اسم ناريمان اسم علم مؤنث كان يطلق على الفتيات الجميلات المعروفن بالمظهر المميز والبشرة الناعمة والأناقة بالملبس. تعد الصفات التي تحملها الأنثى المعروفة باسم ناريمان من أكثر الأمور التي قد تجعل الكثير منا يقوم باختيار هذا الاسم مفضلين إياه على العديد من الأسماء الأخرى، خاصة تلك الأسماء الأعجمية الحديثة، ونتيجة لكثرة الصفات المعروفة عن أي فتاة تحمل اسم ناريمان. مثلا هي تحب التحف وتعشق الاحتفاظ بالمقتنيات القديمة، انطوائية بعض الشيء، ولهذا لها القليل من الأصدقاء. تبدو غامضة لمن لا يعرفها، ولكن من يتقرب منها يعلم أنها حنونة وطيبة القلب. مزاجية بعض الشيء وتتأثر بالنقد بسبب أنها حساسة للغاية. أنيقة في ملبسها ولبقة في حديثها ومرتبة في جميع أمور حياتها. أحد أكثر المميزات التي تتواجد في اسم ناريمان هو أنه اسم يمكن إطلاقه على كل الفتيات في الوطن العربي باختلاف الأديان الخاصة بهم، وخاصة الدين الإسلامي الذي رأى فيه علماء الدين أن الاسم على الرغم من كونه أعجمي إلا أنه لا يمكن أن يتعارض مع تعاليم الدين الحنيف، أي أنه جائز التسمي به.